صباح الخير يا حبيبي. صباح النور، انت ما رحتش شغلك ليه؟ قلت رايح شويه. تيجي لوحدك ولا ايه؟ اه لوحدي. علي نزل، مالك شكلك ما نمتش خالص. اتفضل خش. في ايه؟ محمود بقاله فترة على بالي، على بالي بشكل كبير لدرجة شكيت قربت اروح له. بعد الشر عليك، ليه بتقول كده بس؟ عارفة يا حنان، الدنيا دي غريبة قوي. بعد محمود ما مات انت كنت فاكرة الدنيا وقفت، مش هتقدري على شيلة الصبيان لوحدك. وعدت، الصبيان كبر وبقى رجالة، رجالة تشرف كمان. ما عدتش يا صالح، انا بس اتعودت على الوجع، بين اصحاب عرفت اتعايش معاه. تعرف محمود كان بالنسبه لي ايه؟ لولا وجودك جنبي مفيش حاجه كانت هتعدي. ربنا يخليك ليا. خليك ليا يا حنان. يلا بقى استعدي عشان تشيلي معايا. اشيل ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. في ايه؟ ده ولا هتضيع مني يا حنان، ده ولا هتضيع مني. تعالى بيا انا ازاي بس؟ في ايه؟ في ايه؟ انا مش فاهمه. حسيت بشويه تعب، خدتها وروحنا كشفنا في معهد الاورام، طلبوا تحليل واشاعات. لا حول ولا قوه الا بالله، مش عارف جنوال. اصبر يا رب اصبر. طب الدكتور قال ايه؟ قال بعد التحليل والاشاعات لما نتيجتهم تطلع هيحدد اعمل ايه. حرام عليك، يعني مفيش اي حاجه لغايه الدكتور ما يقول. عامل في نفسك كده ليه؟ حنان احنا مش هنضحك على بعض، انت عارفه كويس ايه اللي هيحصل. كمان نظرات الدكتور واسئلته، كان بيسال على المناعه والسكر وهل في امراض مزمنه ولا لا، كل دي اسئله واحد بيطمن على تاثير الكيماوي عليها. حنان يا حبيبي ان شاء الله ربنا هيخيب ظنك ويبقى مفيش حاجه خالص. البنات عرفوا حاجه؟ لا يا حنان محدش يعرف. وهو تقولي لعلي، ما تقوليش لحد خالص، ولما تشوفيها اتعاملي معها عادي خالص. هي محلفاني ما اقولش لحد، بس انا قدامك ما قدرتش. ادعي لها. اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.